سيبيزيا الدور الإيطالي السيري أي الجولة 19، يعني كيفاش سيبيزيا اللي نقولوا باللي دار صعوبات لروما في ميدانه، رغم أن روما كان فائز، يعني كان فائز من في الشوط، وين نقولوا في الشوط الأول اللي خرجت المباراة بتعادل هدف لهدف، شاهدنا الشوط الثاني وين سجلوا نقولوا روما وين سجلت هدفين، شاهدنا كيفاش موريلو اللي سجل هدفين في الدقيقة 17، شاهدنا تعديل نتيجة بيكولي اللي في الدقيقة 24، شاهدنا كيفاش موريلو الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 53، ريك الذي سجل كذلك في الدقيقة 55، ديغو وين قلص النتيجة في الدقيقة 59 من جانب سيبيزيا، يعني كانت المباراة مباراة وين كانت شيقة، شاهدنا فيها أهداف، شاهدنا فيها لعب جميل، شاهدنا فيها ضغط رافيع جدا، يعني وين نقولوا باللي البطولة الإيطالية وين شاهدنا كيفاش كان كل مدرب روما وين دخل بخطة، يعني خطة نقولوا باللي 4-1 4-1، شاهدنا كيفاش سيبيزيا اللي دخل بخطة 5-4-1 من أجل المخادعة واللعب الكرات المرتدة، شاهدنا كيفاش باو لوبيز الحارس تاع روما وين أنقذ المرمى تاعو، شاهدنا ريك، شاهدنا كريس، ريناردو، ماريش، شاهدنا كيفاش جوردان، شاهدنا كيفاش موريلو مسجل هدفين، كريس كذلك، شاهدنا كيفاش بيرناو، يعني بيرناو من جانب روما اللي كان في الاحتياط دخل وين عطى دفعة كبيرة، شاهدنا كيفاش من جانب سيبيزيا إيفن في الحراسة، جوليان، كريستيان اللي خرجوا في الشوط الثاني، شاهدنا كيفاش ريكاردو، كلوديو، جوليان، لوسيان، نقولوا بلي كانت مارتين وين دخل في الشوط الثاني لكن بدون جد سيموني، شاهدنا كيفاش دانيلي، أندريا، وين التغييرات اللي دارهم المدرب تاع سيبيزيا من أجل المخادعة، من أجل وين فتح اللعب خاصة في بعد تسجيل عليه الهدف، نقولوا باللي من 70 دقيقة ولا اللعب مفتوح، مش كيما الشوط الأول اللعب كان مغلوق، كان شاهدنا كيفاش الفريق المنافس لروما وين شاهدناه كان يلعب بالكرات المرتدة فقط، لكن روما عرف كيفاش يسجل أهداف، عرف كيفاش في الشوط الثاني، عرف كيفاش يحافظ على النتيجة تاعو، الفرق اللي كان واحد وين نقولوا باللي كانت نقولوا باللي المباراة اللي كانت نقولوا باللي كانت روما كانت مسيطرة خاصة في الشوط الثاني وين رمى بكل ثقة له بعد تسجيل أهداف قعد شاهدنا كيفاش انتهت المباراة اللي كانت قوية، رغم أن التعديل نتيجة نقولوا باللي تعديل نتيجة من جانب سيبيزيا في الدقيقة 90، يعني وين نقولوا باللي كانت مباراة شيقة، مباراة اللي شاهدنا فيها أهداف، يعني ضغط عالي، سيبيزيا اللي ما نقولوا باللي دانيلي اللي عدل النتيجة في الدقيقة 90، يعني رغم أن كانت روما كانت فائزة حتى الدقيقة 90، يعني مباراة اللي نقولوا باللي كانت صعبة، كانت المباراة اللي كانت صعبة على الجانبين، من صعب التكهن بالمباراة بنهاية المباراة، لذلك نقولوا باللي اليوم وين شاهدنا كيفاش في الوقت بدل الضائع نقولوا وين شاهدنا كانت نقولوا باللي شاهدنا الأهداف، يعني في الوقت بدل الضائع وين سيبيزيا وين دانيلي وين سجل في الوقت الضائع نقولوا بعد 90 دقيقة، لوزانيو كذلك وين سجل في الهدف الفوز في الدقيقة بعد ما عدلت النتيجة، سيبيزيا عدلت النتيجة، شاهدنا لوزانزو في الوقت بدل مشي بدل ضائع نهاية المباراة وين سجل هدف الفوز الهدف الرابع، وشاهدنا كيفاش الجولة 19 وين روما 4 أهداف سيبيزيا 3 أهداف في الدوري الإيطالي السيري أي فوز روما.